حمص جبل الجندلي، تشيع شهداء كرم الزيتون، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. 27/1/2012، تشييع شهداء كرم الزيتون في منطقة جبل الجندلي ودفنهم. شهداء كرم الزيتون تشييعهم في منطقة جبل الجندلي. حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى النساء لم تسلم منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.